خليني اخدك، ويمكن احنا طالما احنا بنتكلم عن انه هذا الموضوع مقترن بالتاكيد بقضيتنا، قضيه الصراع العربي الصهيوني في المنطقه، فلازم اقول لك على الاجتماع الرباعي اللي بيتعمل في القاهره واللي يضم مصر، الولايات المتحده الامريكيه، قطر الشقيقه، والكيان الصهيوني المحتل، لاننا نريد بحث موقف الهدنه والتهدئه في قطاع غزه فلسطين. معانا على التليفون دكتور حسن سلامه، استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره. اهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، اهلا وسهلا. مساء النور يا دكتور حسن. هذا الاجتماع الرباعي يعني تتوقع منه ايه؟ في حضور الكيان الصهيوني او ممثلين عنه، والممثلين هيبقوا ممثلين عن حكومه شديده التعنت، شديدة التطرف، شديدة التشدد، يعني حتى التشدد أصبح شديدا. طيب أنا بس تسمح لي قبل ما أجاوب على سؤالك أن أنا يعني أحييك على جملتين أنت قلتهم في هذه المقدمة وأنا كنت مستمتع بها الحقيقة. العفو يا فندم، الله يخليك. الجملة الأولى هي توصيف ما يحدث في قطاع غزة، لأنه كلمة الحرب على غزة احنا بنشوفها في كتير من وسائل الإعلام الأجنبية زي ما حضرتك أشرت. صحيح. وهي ليست حربا، وإنما هي عدوان من سلطات الاحتلال على سكان مدنيين. صح. هي حرب إبادة جماعية، إذا أردت أن تصفها بقى بالحرب، هي حرب إبادة جماعية، هي جريمة إبادة جماعية بتمارسها سلطات الاحتلال، ويمكن حكم المحكمة العدل الدولية أشارت إلى هذا الموضوع. حصل. النقطة الثانية اللي حضرتك أشرت إليها وأنا أثني عليها هي فكرة الإعلام ومدى إذا كان منحازا أو إذا كان مهنيا. لا يوجد حياد في الإعلام، وإنما يوجد مهنية وموضوعية. شكرا. وأنا بالتأكيد أشيد بالتناول الإعلامي المصري لما يحدث في قطاع غزة، لأنه الرواية الإسرائيلية التي تبناها الإعلام الغربي وتسببت في حشد كل هذا الدعم ومجيء الأساطيل إلى المنطقة لدعم سلطات الاحتلال وإنكار حق الشعب المحتل في المقاومة لا يمكن أن يكون مهنيا أو موضوعيا. تاريخ من الكذب زي ما حضرتك أشرت في وسائل الإعلام بيقوم بما قد نسميه غسيل الأدمغة، لكن الحقيقة الإعلام المصري والجهد الدبلوماسي والسياسي المصري غير كثيرا من المفاهيم بين قوسين في الأوساط الشعبية، ويمكن ده كان سبب في ظهور كثير من المظاهرات في مدن غربية تطالب بوقف هذا العدوان أو حتى التوصل إلى هدنات إنسانية دون أن يشهد الأمر تحولا في المواقف السياسية. صحيح. علشان ما أطولش أجاوب على سؤال حضرتك بالنسبة للاجتماع الرباعي. بالنسبة للاجتماع الرباعي كلنا الحقيقة يعني نؤمل أنه يصل بالفعل إلى النتيجة المرجوة. هي إيه النتيجة المرجوة يا أستاذ يوسف بعد قرابة 5 أشهر؟ أنه يتوقف نزيف الدم الفلسطيني ولو حتى مؤقتا. يعني إن تنزلت من سقف التوقعات بفكرة الوقف الدائم لإطلاق النار إلى أن تصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة، بينما يتردد أنها 6 أسابيع أو 7 أسابيع أيا ما كان عدد هذه الأسابيع، وبعدين في خلالها الحقيقة يتم إجراء مفاوضات وتبادل المحتجزين والأسرى وغيره من هذه الموضوعات. لكن الحقيقة أنا بسأل سؤال، حتى إذا توصلنا إلى هذه الهدنة يا أستاذ يوسف، هل هناك ضمانة لاستمرارها؟ الحقيقة الخبرات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقول أنها أدمنت نكس العهود. صحيح. أنها أدمنت بالفعل الكذب والادعاء. طب هل الأمريكان يقدروا يقدموا ضمانة يا دكتور؟ إذا كانوا عايزين، لأنه أنت شايف الحقيقة حالة من حالات التناقض في التصريحات في الإدارة الأمريكية، حالة كبيرة من التناقض الحقيقة. أنا لا أفهم أنه يقول لحضرتك أنت حقك تعمل عملية عسكرية في رفح الحدودية مع مصر، وفي نفس الوقت بشرط حماية المدنيين. إيه التناقض ده؟ كأنك بتعطيله الضوء الأخضر الحقيقة أنه هو ينفذ هذه العملية العسكرية اللي هي تجعل المنطقة كلها على صفيح ساخن. حقيقة هذا التناقض الذي تغازل به الإدارة الأمريكية الأصوات الانتخابية سواء اليهود من جانب أو العرب الأمريكيين من جانب هي التي وضعتنا في هذا المأزق. إن أراد الأمريكان الحقيقة يا أستاذ يوسف أنهم يوقفوا هذه الحرب في اللحظة التي نتحدث فيها لفعلوا، ولكن يبدو أن هناك اتفاقا خفيا ما بين الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال لتنفيذ المشروع الاستيطاني التوسعي الكبير الذي يتجاوز بكثير ما أعلنته سلطات الاحتلال من فكرة تدمير البنية العسكرية لحماس أو استعادة المحتجزين. والمسألة أصبحت هنا السطو
السطو على أراضي عربية محتلة لتنفيذ مشروع استيطاني متسع والاستفادة من خيرات قطاع غزة. هذا هو الهدف الحقيقي وتصفية القضية الفلسطينية. علشان كده يمكن حجر العصر الكؤوت المستمر أمام عدم تصفية هذه القضية هو الجهد الدبلوماسي المصري والرفض المصري الصارم رسميا وشعبيا لفكرة التهجير، سواء كان قسريا أو طوعيا، بجعل قطاع غزة بقعة غير صالحة للحياة بتدمير البنية التحتية وتدمير كل مقومات الحياة. طيب يبقى انا مش عايز اقطع حضرتك، لكن انا بفكر مع حضرتك بصوت عالي على مساله. اذا هذا الاجتماع الرباعي بقدر ما على الاقل حتى الامريكان وصفوه بالبناء، نحن نريد الهدنه، ده مما لا شك فيه، نحن مصر نريد الهدنه، طبعًا العرب يريدون الهدنه، الفلسطينيين يريدون الهدنه، ولكن لدي زي ما كنت بقول في المقدمه انه او مقدمه كلامي مع حضرتك، انا عندي بالفعل حكومه مذهلة في تشددها لدرجة تخرج حتى عن نطاق المنطق، وعندي من ناحية أخرى الأمريكان وللأسف الشديد هم القوى العظمى الشريكة في أي عملية في الشرق الأوسط، ولكنها قوى عظمى منحازة للكيان الصهيوني المحتل عسكريا وماليا وسياسيا وإعلاميا. طيب إيه اللي هقدر يطلع بيه، وانا هنا يعني اعني ما اقول، اللي هيقدر يطلع بيه المفاوض المصري، وده هنا معناه ان المفاوض المصري سوف يبذل جهد مضني حتى يستطيع الخروج بشيء ايجابي. شوف انا اعتقد ان المفاوض المصري اكثر مصداقيه من الاطراف اللي انت تحدثت طبعا عنها. طبعا ليه؟ لانه الحقيقه المفاوض المصري يتحرك دون اجنده الا الحفاظ على القضيه الفلسطينيه وحمايه الامن القومي المصري. ويمكن التاريخ يشهد زي ما الخبرات بتقول انه الاسرائيليين ادمنوا الكذب وادمنوا الادعاءات، التاريخ يشهد بنجاح المفاوض المصري في التوصل الى هدنات سابقه، وبالتالي هو له مصداقيه لدى كل الاطراف اللي موجوده اكثر من الامريكان نفسهم. الامريكان قد يستخدمون ادوات الضغط، لكن المصداقيه اللي هي غير موجوده الا في المفاوض المصري هي التي يمكن ان تسفر عن نتيجه بقرب التوصل الى هدنه انسانيه. وكنا اقتربنا الحقيقة من التوصل إلى هدنة، ولكن التحدي الإسرائيلي والصلف الإسرائيلي واستهداف كوادر حماس في بيروت وغيرها كما تعلم يعني أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. أنا أتصور أنه المفاوض المصري سوف يبذل وما يزال جهد كبير جدا، ويمكن التسريبات بتقول أنه المفاوضات هتستمر يمكن 3 أيام قادمة كمان، أنه علشان نتوصل إلى طرح تقبله كل الأطراف. كلنا أمل أنه هذه الأطراف بالفعل تقبل هذا الطرح، سواء كان بقى من الإسرائيليين من الفلسطينيين. أنا ما يهمني الحقيقة يا أستاذ يوسف أن نصل إلى نتيجة مهمة جدا، هي وقف شلال الدم الفلسطيني الذي ما يزال يراق حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. المفاوضات مستمرة والدم الفلسطيني الذي يراق على الأرض أيضا مستمر. حقيقة يعني شهادة فخار للصمود الفلسطيني وشهادة عار للمجتمع الدولي، لأنه سقطت بالفعل الأقنعة التي كانت تتشدق بفكرة حقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان اللي كان يتشدق بها الغرب فيما يتعلق بحق المحتل في أنه يقاوم في استهداف الأطفال والسيدات وكل الأهداف المدنية؟ أين حقوق الإنسان في هذا الإطار الحياة؟ أظن أنه المسألة انكشفت والحيلة لم تعد تنطلي على أحد. واضح جدا أنه الاحتلال أمام مشروع كبير جدا مسنود ومدعوم أمريكيا بدرجة كبيرة جدا، وما نراه الحقيقة أنا بقول دايما الأمريكان والإسرائيليين الحقيقة نجحوا ببراعة أن هم يدخلون في دائرة مفرغة من الحديث حول مباحثات ثم ترفض إسرائيليا ثم محادثات وترفض إسرائيليا، وإذا كان هناك إمكانية للتواصل فسوف تكون شهادة نجاح للمفاوض المصري كما اعتدنا. طيب أخيرا، وأنا مش عايز أطول على حضرتك، هولندا على سبيل المثال دخلت على الخط بشكل إيجابي، مش هقول بشكل منحاز لقضيتنا المركزية، ولكن قالت إحنا هنوقف إمداد إسرائيل بقطع غيار F-35. فيجي هنا سؤالي بقى، من يستطيع أن يدخل طرفا في ضغط على الكيان الصهيوني المحتل؟ هل توجد هناك قوة أخرى غير الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تمارس ضغطا؟ يعني هل الصين ممكن تمارس ضغط وهي شريك تجاري ضخم لإسرائيل وفي نفس الوقت شريك تجاري ضخم لينا كمصر وأيضا للمجموعة العربية؟ هل روسيا تقدر تمارس ضغط؟ هل في حد في الاتحاد الأوروبي يقدر يمارس ضغط عملي بعيدا عن الشجب والتنديد والتصريحات السياسية؟ إن كانت هناك إرادة
دولية لهذا الأمر، كل هذه الأطراف اللي حضرتك تحدثت عنها تستطيع أن تمارس كل في مجال. يعني ما أشرت إليه من موقف بالنسبة لهولندا، المشكلة في إيه يا أستاذ يوسف؟ إنه الأطراف التي تتحدث عنها لا تجتمع على كلمة واحدة لأنها تسير في فلك الدائرة الأمريكية. النهاردة أنت عندك بدائل، يعني إذا كانت هولندا سوف تتوقف عن تصدير الأسلحة لإسرائيل، عندك بديل أمريكاني مستمر. أمريكا وإنجلترا هيبعت. بالضبط، عندك بدائل موجودة. الولايات المتحدة وبريطانيا تدعمان بقوة إسرائيل، وبالتالي المسألة مش هتفرق مع الإسرائيليين الحقيقة. إذا كانت إسرائيل بتضرب عرض الحائط بكل القواعد وكل القوانين وكل أحكام المحاكم الدولية حتى بالأعراف وبالإنسانية وبالقانون، يبقى حتى هيهمها الحقيقة أنها دولة تتوقف عن دعم بالسلاح. الدعم بالسلاح متوافر، الجسر الجوي ممكن يكون موجود من الولايات المتحدة لإسرائيل لاستمرار قصف المدنيين، وبالتالي هي مهزلة حقيقية الحقيقة، لأنه هذا الدم الفلسطيني له ثمن، وهو وأظن أنه دماء الفلسطينيين كلها يعني تدعو إلى ضرورة الثأر من جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. صحيح، أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.